يرن عين قلب ماما، يروح قلب ماما. الحمد لله على سلامتك. كده اتخضينا عليك يا استاذ. الحمد لله على السلامة يا خالد. عرفوا مين اللي ضربني بالرصاص؟ اكيد يا حبيبي هيعرفوا طالما مسكوه. انتي عارفة حاجة يا ماما مخبيها علينا؟ لا يا حبيبتي ابدا، انا الكلام ده عرفته لما الضباط جم يحققوا هنا. فين عمر؟ عمر مسافر يا حبيبي. اطلبوا يا احمد، اطلبوا، عايز اسمع صوته. حاضر، بس هكلمه الصبحية دلوقتي يا احمد، قول له ضروري يبقى في وسطنا. حاضر يا حبيبي، خلاص هيطلب. هطلب، بس ما تتعبش نفسك يا حبيبي. قفل التليفون، اكيد زمانه نايم دلوقتي. على العموم انا هسيب له رساله اول ما يصحى يقراها. يا رب يا رب ما تحرمني منهم ابدا يا قادر يا كريم. احمد اخويا بعت لي مسج بيقول لي ان خالد وقع على المستشفى. أحمد أكيد رفض قول عشان صدمة. خالد أخوك مات. مات؟ أنت ليه بتقولي كده؟ تعرفي إنه مات من إيه؟ عمر، أنا أعرف إن هو مات. زي ما أنت كمان موت دلوقتي. يا نهار أسود، أنت جبت المسدس ده من إيه؟ أنت أكيد بتهزري. مش نعرف هزار، وإذا كنت فاكر إن أنت وأخوك أذكى مننا فلأ. إذا كنتوا خدتوا فلوس بتاعنا إحنا ممكن ناخد أرواحكم. شوف مين بيخبط، أي حد ماشي، أي حركة غدر هضرب الرصاص. ما تنساش إني وراك. علي ابراهيم، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هلو مستر ابراهيم، اكيد داد كان عايز يعرف اننا خدنا طارنا، صح مستر ابراهيم؟ للاسف كارولين مش صح. مش فاهم يعني ايه مش صح. انا جيت مع جريمه شاركتي فيها. لا تزح. لا لا افهم بقى ايه اللي بيحصل حواليا. هتفهم كل حاجه بس مش دلوقتي. انت يا دوب تلحق الطياره الراجعه القاهره عشان تزور اخوك في المستشفى. كارل بتقول ان خالد مات. الحمد لله، ربنا خيب رجاهم. الرصاصه اللي انضربت عليه جت في كتفه. رصاصه؟ يعني كانوا عايزين يقتلوه ودلوقتي عايزين يقتلوني؟ طب ليه؟ خالد هيجاوبك على كل اسئلتك، المهم لازم تمشي دلوقتي. طب وانت هتعمل ايه؟ اطمن يا عمر، هتشوفنا في القاهره. زي ما توقعنا. تمام الحمد لله. وعمر هنعرف حالا، يا اما هيحاول يجي على هنا يا اما هيحاول يهرب، واي طريق هيختاره لنفسه من الاثنين هيشكل مصيره في المستقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب اشفي لي ابني، يا رب اشفي لي خالد، يا رب ابن عندك رجع لعمر بالسلامة، بارك لي في أولادي، النبي يا رب. عمر حبيبي حبيبي يا ضنايا، ازيك يا حبيبي؟ سامحيني يا أمي. مسامحاك يا ضنايا، مسامحاك يا حبيبي. خالد فين؟ عاوز أطمن عليه. خالد كويس جوه حبيبي، خش له
هو كمان بيسأل عليك. خالد أخوك. أهلاً أهلاً. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عمر أخويا. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. الرائد سيد عبد الحافظ من مباحث الأموال العامة. لا أفهم بقى إيه اللي بيحصل بالظبط؟ عايز تفهم إيه يا عمر؟ أولاً مين اللي ضرب عليك الرصاص؟ قاتل مأجور من طرف عيلة مراتك. ده لأننا اكتشفنا إنهم عايزين ينهبوا خير البلد ويغسلوا أموالهم القذرة في بلدنا، وعشان كده حاولت تقتلني لولا وصول خالي إبراهيم في الوقت المناسب. هو خالك رجع مصر؟ أيوه، واللي فهمته إنه رجع مخصوص عشان ينقذني أنا وأنت. على فكرة هو اتصل بينا وطلب يسلم نفسه بعد القبض على كارولين وستيلر القاتل المأجور. وهو يا ابني اللي نقلك المستشفى وانت سايح في دمك وسافر عشان يلحق اخوك عمر قبل الحربايه ما تلدعه اللي متجوزها. خالي ابراهيم، يا من كتر ما اتكلمتي عنه وانا نفسي اشوفه واتعرف عليه. انت فاهمه ماما شكلها تعبانه. ايه تعبانه؟ يبقى اكيد اتعادت من مروان. يا نهار ابيض، يبقى لازم تروح المستشفى دلوقتي حالا. مش هترضى تسيب مروان. مروان شكله بقى كويس، انا لسه شايفه. ايه يا سارة؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي جابك يا فوزي انت وماسك؟ كده ممكن تساعده؟ وانت يا سارة؟ الحمد لله، انت كويسة قوي. سارة! سارة! مالك يا ماما؟ مفيش حبيبي، انا كويسة. انت سخنة زي النار، لازم تروح المستشفى. ما اقدرش اسيب مروان. طب اسحب بسرعة! بسرعة! انت تاني؟ شوف يا سيد حسام، انا جاي لك المره دي اتكلم معاك بالمعروف. واذا انا ما اتكلمتش معاك بالمعروف هيكون في بيننا حرب كبيره قوي، وانت اللي خسران فيها لانك ما انتش قدها. هتفتكر ان انا بخاف من التهويش الفارغ ده؟ انت هتتفاهم معايا ولا لا؟ لا، وبعدين خلي عندك كرامه. بدل ما تيجي ورايا الشركه هنا، روح شوف بنتك اللي كانت متجوزه وعلى علاقه بواحد وانت عارف ده. لا، احترم نفسك. انت اللي تحترم نفسك. طلعوه بره. ايه؟ يلا يا بابا، انا قلت لك ان المعروف مش هيجيب نتيجه معاه. يلا. اقعد يا ابني، انا مش عايزك تياس. التجربه اللي مريت بيها دي المفروض انها تدفعك لقدام مش تاخرك. للاسف يا حسام بيه، انا بنيت احلام كبيره قوي، تصورت ان الدنيا فتحت لي دراعاتها وهتاخدني بالحب. مكنتش اعرف ان دخلت سيرك كبير، وزي ما انت شايف بقيت بلياتشو. انت لسه صغير يا ابني، الطريق قدامك طويل، واقعد اتصور اني هتخلى عنك في يوم من الايام زيك زي ايمن بالظبط. متشكر قوي يا حسام بيه. احنا ما بقولش كده علشان تقول لي متشكر، احنا عشرة يا ابني. ابوك الله يرحمه كان له معزه خاصه عندي. المهم احنا دلوقتي بقى عايزين نفكر في مشروع كبير قوي نعمله في الغردقه. مشروع تاني؟ بس المره دي بقى بفلوسنا، فلوس حلال مش غسيل اموال والعاب قذره، وانت اللي هتبقى مسؤول عن المشروع ده. انا؟ ايوه انت وايمن ابني. ايوه بس حضرتك دلوقتي انا ما عنديش اي. عندك طموح، وطموح كبير قوي، هم حاولوا يستغلوا. انا بقى هوظفه توظيف سليم في البيزنس. استاذ حسام، انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجه يا ابني، انت واخواتك زي ولادي بالظبط.